اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد في السراء والضراء لك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ننال بها أعلى الدرجات وتمحو لنا بها السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا أنصفته ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا تائبا إلا قبلته ولا عدوا إلا أخزيته ولا طالب عفاف إلا زوجته وهديته ولا طالب رزق إلا من فضلك أعطيته وكفيته ولا طالب علم إلا فهمته وعلمته ووفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وفرجتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لقنا بيمينك الأمن من عذابك اللهم لا تعذب أرجلا سعت إلى مساجدك اللهم لا تعذب أيادي رفعت إليك ترجو رحمتك وتخشى عذابك اللهم لا تعذب أعينا
بكت من خشيتك. اللهم لا تعذب ألسنا لهجت بذكرك ورتلت كتابك. اللهم لا تعذب أجسادا صفت بين يديك ترجو رحمتك. اللهم لا تعذب وجوها خرت لك ساجدة. اللهم لا تعذب قلوبا تنبض بحبك وإن ضعفت عزيمتها وخارت قوتها. اللهم أعلي عزيمتنا وقو همتنا حتى لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من بيده مفاتيح الخير، اللهم افتح لنا وافتح بنا، ولا تفتح علينا إلا بخير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.